الا انا فرحانه اليوم بزاف حيت ولدي تبعت النصيحه ديالك ودخلنا لسوبيتو ورقينا الباترونات الحمد لله الطرادات اللي خرج لولدي وحتى الثالثه ان شاء الله راه قال لي غادي تخرج. السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد، موضوع جديد، كما شفتوا في العنوان، القانون الجديد اللي ان شاء الله غادي يتفتح وغادي نشارك معكم الناس اللي لقاو الكونترادات راسهم بالمجان غير من الموقع سوبيتو ولا من سيتو سوبيتو. تبعوا الطريقه اللي شاركتها معكم وجاب الله التيسير ولقاو الباترونات، وما شاء الله الشخص واحد لقى ثلاثه ديال الباترونات ولا ثلاثه ديال الكونترادات يعني بالمجان بدون حتى سنتيم. غادي نشارك معكم التفاصيل وغنشارك معكم وديوات اولا الدليل ديال هاد الناس اللي لقاوهم وصيفطوا ليا وديوات وقلت لهم واش غنقدر يعني نشاركهم مع الناس باش ياخذوا الفكره يعرفوا باللي هاد الشيء صحيح ماشي كذب. قالوا ليا حنا بغينا الاجر وبغينا حتى حنا نساهموا بداك وديوات باش ولاد الشعبه ولا الشباب اللي بغاو يهاجروا بالطريقه الشرعيه اللي الامنيه ديالهم يهاجروا وما لقاوش الطرق. راه كاين هاد السيتو ان شاء الله اللي غادي يدفعوا فيه وربي كيجيب التيسير. انا ما كنهضرش مع الناس اللي ما كيبغيوش يديروا حتى مجهود، ما كيبغيو يديروا حتى حاجه. كيقول لك انت هضرتي على داك السيتو سجليني انتيا بحالي لا كيستفزوني ولا ما عرفتش اشنو. ولكن هاد الناس انا ما كيهمونيش حيت هاد الناس عاده ما عندهم يعني الشخصيه باش يقلبوا على شي حاجه، ما عندهمش القدرات، ما عندهمش القوه باش يخدموا اولا الجراه ولا ما عرفت كيفاش غادي نقول لكم باش يمشيو يقلبوا على راسهم ولا يدبر على راسو. ولكن هاد الناس اللي دبروا على العقود العمل في السيتو ديال سوبيتو تحياتي لهم. ان بين الناس اللي بغاو يديروا شي حاجه في حياتهم بغاو يخدموا على راسهم. وغادي نشارك معكم حتى المواصفات اللي شاف هذاك الشخص، هذاك الباترون، المواصفات اللي شاف هذا الشخص وعجبوه باش حتى نتوما تاخذوا الفكره. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. الا كيهمكم الامر خليوكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تسمعوا التفاصيل كاملين. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ومع الحباب. الا ما كنتيش مازال مشترك في هذا السيتو غنقول لك كيفاش، خليكم معايا هانتوما في هذا الفيديو. هذا غادي نسمع لكم وديوات ديال السيده والاعترافات ديالها وكيفاش لقات هذا العقود العمل والمواصفات اللي شافوا في ولدها وعجبوه وداروا ليه ثلاثه ديال العقود العمل بالمجان وخرجوا ليه نولا اوستاد. ما شاء الله دابا خرجوا ليه ثلاثه ديال نولا اوستاد، يعني كلهم خرجوا في نفس الوقت. اللهم بارك وزيد في ذلك. ولكن هي ان شاء الله غادي تختار واحد فيهم حيت ما غاديش تقدر يعني تختار كل تختارهم كلهم، وانت غادي تختار غير وحده فيهم. هذا الشيء ان شاء الله اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نتوما تاخذوا الفكره وتعرفوا اشنو كاين. بغيتوا تسجلوا في السيتو مرحبا بالناس الجداد وبالقدام باش كلشي ان شاء الله يستافد. نعاونوا الشباب بهذه الطريقه باش ان شاء الله يلقاو العقد العمل فابور بلا ما يخلصوا عليه حتى حاجه. ان كاينين الناس ما فحالهمش ما عندهمش يعني باش يخلصوا العقد العمل، وكاينين الناس اللي عندهم الفلوس ما لقاوش المصريه ولا الناس اللي يدفعوا ليهم. انا ما عندي المشكل مع حتى شي واحد غير باش نقول لكم، حيت جا كيهاجموني على والو ما بالك نجبد يعني كل واحد كيجري على رزقه. انا ما غاديش نقطع رزق ديال حتى شي واحد، الله يهدي ما خلق. كوين دي خليكم مع الفيديو ما تمشيوش فين. واتساب قبل ما ندوزو ديوات ديالها انا قلت ليها الا كان ممكن تعطيني الموافقه باش نشاركو ديوات ديالي ديالك مع المتتبعين ديالي باش ياخذوا الفكره يعرفوا باللي هذا الشيء صحيح، يعني باش حتى هما الا بغاو يقلوا على العقد العمل ولا على الكونترادا غادي يعرفوا فين غيمشيو. وهي مسكينه ما تربضات في وجهي، غادي نسمعكم اوديو ديالها اللي عطاتني فيه كونفيرما. الوقت غادوزي يوم هانيه غادوزي الاوديو ماشي مشكل هانيه، حيت سميتو راه اوديو زعما ما فيه والو ماشي مشكل هانيه اختي. السلام عليكم.
السلام عليكم. اهلا اختي مالكة، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير، صحة؟ لاباس، اش اخبارك؟ اش تعاوديك؟ كلشي مزيان؟ تعطينا في يوتيوب؟ والله الا انا فرحانه اليوم بزاف حيت ولدي تبعت النصيحه ديالك ودخلنا لسوبيتو ولقينا الباترونات. الحمد لله لقينا ثلاثه ديال الباترونات اللي دفعوا لولدي، وجوج صيفطوا لينا الروسيات، واحد ما صيفطوش، وهذاك اللي ما صيفطش لينا الروسي هو اللي خرجت الكونطرا ديالو الاولى الحمد لله، والاخرين خرجت الثانيه، بحال دابا جوج كونطرادات اللي خرجوا لولدي، وحتى الثالثه ان شاء الله راه قال لي غادي تخرج. المهم اختي حنا دابا راه جوج كونطرادات اللي خرجوا لولدي الحمد لله والشكر لله، والفضل كله تيرجع عليك، وتنشكرك بزاف بزاف حيت عطيتينا داك الموقع ديالك اختي. والله الا راه الصراحه النصائح ديالك هما اللي فادونا بزاف، والله يجازيك بخير، والله يجعلها لك في الميزان المقبول يا ربي، وتبارك الله عليك اختي، والله يحفظك. المهم انا راه متبعاك شحال هادي، راه من الاول ديال 2022 فاش بديت تنتفرج فيك، وبقيت نتبعك اي فيديو لحسيت تنتفرج فيه، واختي تنشكرك بزاف بزاف، الله يجازيك بخير والله يحفظك تبارك الله عليك. ودابا ولدي راه خرج ليه جوج كونطرادات، والثالثه راه غادي تخرج حتى هي ان شاء الله، والله يحفظك اختي، شكرا بزاف. المهم اختي مالكة سمحي لي على التبرزيط، والله العظيم الا راك عزيزه بزاف عليا، والله تنتفرج فيك بزاف ومتبعاك وتتعجبني هضرتك تبارك الله عليك. المهم هاد سميتو، المهم الا بغيتي نتواصل معاك في الواتساب ممكن نخلي لك النمره ديالي، ولا تخلي لي النمره ديالك باش نهضر معاك ونشرح لك كيفاش، حتى نشرح لك مزيان كلشي واش من الموديلات عندنا وسميتو. المهم عطيت ليها الرقم ديالي وهضرنا في واتساب قبل ما ندوزو دياوات ديالها. انا قلت ليها الا كان ممكن تعطينا الموافقه باش نشاركوا دياوات ديالك مع المتتبعين ديالي، باش ياخذوا الفكره يعرفوا باللي هذا الشيء صحيح، يعني باش حتى هما الا بغاو يقلوا على العقد العمله ولا على الكونطرادا غادي يعرفوا فين غيمشيو. وهي مسكينه ما تربضات في وجهي، غادي نسمعكم اوديو ديالها اللي عطاتني فيه كونفيرما. يا ربي تستر الامور. المهم ان شاء الله انا غادي نسول لك، شوفي الا بغيتي تصيفطي ليا واحد اوديو قولي لي راني عطيت لك الموافقه باش تدوزوا ديال ديالي، فهمتي؟ حيت ما عنديش الحق ندوزوا ديال ديال شي حد بلا ما نسوله. الله يعطيك الخير ويستر لكم الامور ديالكم. انا اختي غادوزي يوم هانيه، غادوزي الاوديو ماشي مشكل هانيه، حيت سميتو اوديو زعما ما فيه والو، ماشي مشكل هانيه اختي. انت اختي مالكه تستاهلي تستاهلي، الله يحفظك حتى انت غديري معنا مجهود حتى انت وتجري معنا، الله يحفظك ويخلي لك صحتك تبارك الله عليك اختي، شكرا الله يحفظك. وحتانيت هاد الدراري مساكن اللي في المغرب حتى هما يستافدوا حتى هما، ويقلبوا في هاد الموقع ويلقاو الباترونات ويطلعوا فابو بلا ما يبقاو ياكلوا فيهم السمساره ويديو لهم فلوسهم اختي. راه 12 مليون 10 مليون راه بزاف. هانتو ما سمعتوا وديوات ديال السيده اللي لقات ثلاثه ديال الكونترادات لولدها ما شاء الله عليها، قالت لكم من العام اللي فاتوا هي متبعاني ومتبعه الطريقه اللي شاركتها معكم، وقالت لكم هي ما صيفطت غير لواحد ولا جوج ولا ثلاثه، يعني بقات واخده الوقت ديالها ودارت السي في ديالها وبقات كتصيفط للشركات وكتصيفط للباترونات، حتى ربي جاب التيسير وتبارك الله ما شاء الله عليها، لقات ثلاثه ديال العقود العمله ولا ثلاثه ديال الكونترادات في هذه السيتو ديال سوبيتو. كاينين جوج موديل سي وكاين موديل بي، غير هذا دابا ملي خرج العقد العمل ديالو ديال موديل بي. هذه السيده اللي دفعات لولدها عنده 22 سنه الله يخليه ليها، الولد متخلق ومربي وقاري يعني وخدام على راسو، يعني هو تيقرا وخدام على راسو، وهذا الشيء كله دارته في السي في ديال ولدها، وبقات كتصيفط للشركات، ما صيفطت غير للشركه وحده ولا جوج، واستسلمت كما كيديروا البعض. هي بقات كتصيفط قالت لك ومراكم سمعتوا ديوات ديالها من 2020 وهي متبعاني ومتبعه الطريقه اللي شاركتها معكم، يعني الطريقه سهله وبسيطه ومهله، ولقات ثلاثه ديال العقود العمله ولا ثلاثه ديال الباترونات اللي دفعوا ليها النهار 27 مارس 2023 ديال القانون اللي فات اللي كلشي فراسو
والحمد لله خرجت ليها نور الله وسطات ديالها، خرجوا كلهم بثلاثه ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. ودابا ولدها ان شاء الله غيجي، قالت لي الا جا ولدي الا كان محتاج لشي حاجه يعني الا قدرتي تعاونيها. انا قلت لها على الراس والعين يعني نعاونوه باي حاجه نقدر عليها، الا كان محتاج لشي ورقه ولا ما عرف شي حاجه ولا المهم اي حاجه محتاج لها. قلت لها النهار اللي غيجي مرحبا والف مرحبا يعني علاش ما نعاونوه. وهاد ثلاثه د الباترونات دفعوا ليه، جوج الباترونات دفعوا ليه ستاد جونالي موديل سي، والباترون واحد دفع ليه موديل بي ديال الوراق. قال ليه انا داك الشاب اولا داك الراغاتسو عجبني، ان مو صيفطات ليه تصور ديال يعني اللي دار في الجامعه ديالو، اللي دار في المخيم. قالت ليه من غير القرايه ومن غير الشواهد اللي عنده راه الدري كيدير حتى المخيم. ومواصفات اللي خلى الباترون يتغرم بهذا الدري ويدير ليه العقد العمل بالمجان، موديل بي اللي كيدير واحد العدد ديال الفلوس اللي فيه الورق. شاف المواصفات اللي في الدري او لا الولد ديال هاد السيده، الولد كيقرا تخرج عنده الدبلوم ديالو ما شاء الله عليه، وكيدير المخيم. صيفطات ليه التصور ديال المخيم، هو كيدير المخيم. قال ليه هذا الراغاتسو باين يعني بغى يخدم، بغى يدير شي حاجه، يعني ماشي شي واحد غير اللي معتمد على والديها ولا شي واحد كيقرا ما كيدير حتى حاجه. علاش كنقول لكم طلياني الا شاف فيك المواصفات اللي عجبوه وشافك يعني باغي تخدم باغي دير شي حاجه ما يتخلاش عليك، حيت هما محتاجين اللي يخدم عندهم. والام قالت لي ملي الباترون شاف يعني التصور ديال الدري في المخيم قال لي هذا الدري عجبني وبغيت نجيبوه، بغيت نخدموه عندي يعني نصوب ليه الوراق ونوقف معاه من الاول حتى الاخر. يعني شاف الدري باقي صغير عنده 22 عام قاري ما شاء الله كيدير المخيم، يعني شي واحد اللي غيعطي في الخدمه، ماشي شي واحد مثلا. حيت كاينين بعض الشباب الله يهديهم، عاوتاني غنخرج على الموضوع، كاينين بعض الشباب الله يهديهم كيقول لك انا ما غاديش نخدم حتى نمشي لاوروبا عاد نخدم، فهمتوا؟ مثلا هما في المغرب كيقول لك انا معمرني ما غاديش نخدم في المغرب حتى نمشي لاوروبا ونخدم. ولكن انا كنعرف واحد النوع من هاد النوع نيت ما عمرهم ما خدموش في المغرب، ملي جاوا للطاليان بقاو تايدورو تايطلاوطو تايطلاوطو حتى عياو ورجعوا للمغرب، حيت الخدمه ما الدراع ديالهم ماشي ديال الخدمه، ماشي ديال تماره. اللي ما قدرش يخدم في المغرب وما بغاش يخدم في المغرب راه ما يخدمش حتى في اوروبا. اما الناس اللي بغاو يعني اللي كيخدموا في بلادهم كتجيهم الفرصه كيجيو لاوروبا كيعطوا كثر، كيلقاو مثلا هاد البلاد السعيده كيخلصوا ليهم مزيان وكيتهلاو فيهم ولا شي حاجه بحال هكا كيعطوا كثر. ولكن الواحد اللي عمره خدم في المغرب ما يخدم حتى هنايا. غير باش نقول لكم انتما سمعتوا ديوات ديال السيده الله يجازيها بخير والله يعطي ليها الخير، ان هي عطاتني الموافقه باش ندوزوا ديوات ديالها، حيت انا قلت لها ما نقدرش يعني ندوزوا ديوات ديالك الا عطيتينا الموافقه ندوزهم باش يشوفوهم الناس، اما الا ما عطيتينيش الموافقه ما غاديش نقدر ندوزوا ديوات ديالها. وهي مسكينه قالت لي ما فيها والو دوزي وديوات ديالي غير المدينه ديالي فين كنسكن في المغرب حيت كاينه فو ديوات ديالها. قالت لي حيديها، هذه كان حيدتها يعني ما داك الشيء كيخصها هي والله يسهل عليها. وكما قلت لكم هي دفعات ثلاثه ديال الكونترادات ولا ثلاثه ديال الباترونات اللي دفعات ليهم، جوج ستاد جونال ديال 3 شهور وديال 6 شهور موديل سي وما فيهمش الورق، وواحد دار ليه موديل بي يعني فيها الورق وهو قال ليه غادي يوقف معاه حتى يصوب الوريقات ديالو يخدم عنده. قال ليه انا بغيتو يخدم عندي، قال ليه الخوف ديالي خفت غير هو يجي ويمشي يخليني. وهي قالت ليه لا، قالت ليه الا جا هو انت غادي توقف معاه يصوب لك الورق يصوب ليه الورق ديالو وغادي يبقى خدام عندك. قال له شكون اللي غادي يغارانتي ليا باللي هو غيخدم عندي، حيت في الاول قال ليها الكونترادا غادي نصوبها ليه فابور ما تعطيوني حتى حاجه حيت انا محتاج لشي واحد اللي يخدم عندي. ولكن هو بقى حتى هذا ديال موديل بي اللي غيصوب ليه الوراق، اما هذوك ديال موديل سي اللي ستاد جونالي ما طلبوا ليه حتى حاجه. ولكن هذا يعني محتاج متشبت بالدري وعجبو حيت كما قلت لكم عنده الدبلومات وهو كيدير المخيم، عرفوا يعني شي واحد اللي بغى يخدم على راسو، شي واحد يعني ماشي شي واحد اللي غير كيطلاوت، فهمتوا؟ ملي خرجت ليه ملي خرجت ليه نور لا اوستا قال ليه خاصكم تعطيوني ثلاثه د المنايل تريميلا يورو،
الام قالت ليه، ولكن في الاول انت قلتي لينا غادي نصوبها ليه فابور، قال ليه انا الخوف ديالي الا وقفت معاه ونجيبوه حتى هنايا يسوق الورق يخلي لي. قال لي خصني على الاقل بعدا لي سبيزي ديالي، داكشي اللي خلصت لكم ميرتشاليست وداكشي كله اللي خلصت لكم، اللي خلصت لي على الدوسي ديالو خاصكم ترجعوه ليا. ودابا الام مسكينه يعني حيره، ما عرفاتش يعني اشنو اللي غدير، واش غتعطي داك الثلاثه د المنايل حيت في الاول قال ليها فابور، ولكن هو متشبت بداك الدري وبغاه، بغى يخدمو عنده بغى يجيبوه، ولكن حتى هو خايف على راسو، خايف يجي يجيبوه يصوب الورق ديالو ويمشي عليه. وانا دابا قلت للام انا غنمشي نسولو لك بعدا هذيك نولا اوسطا واش صحيحه، ونصوب لك على الورقه ديالك ونهضر مع الباترون ونشوف اشنو في راسو، حيت قالت لي كاين غير هنايا قريب لينا في بارما كويندي. ان شاء الله يكون خير والله يسهل على الجميع. تبعوا ان شاء الله كل ما يكون الجديد غادي نحطوه لكم هنا، ندير لكم الفيديو باش نتوما تستافدوا. اما بالنسبه للقانون الجديد اللي غنشارك معكم حتى هو كريبتو فلوس جديد غادي يتفتح، بغيتو تقلبوا على العقد العمل من دابا، هذه هي الوقت. بالنسبه للناس اللي قالوا لي واش حتى هذا القانون اللي غادي يتفتح، دخلوا عندي الناس في انستغرام قالوا لي واش حتى هذا القانون الجديد اللي غادي يتفتح واش كيطلبوا العقود العمل، واش كاين شي قانون بلا الكونترا داتا سي. والله الا ضحكوا لي. قال لك واش هذا القانون الجديد، عاوتاني خاصنا نقلبوا على الكونترادات، وضروري من الكونترادات، راني عارفه هذا الشيء ما فيهش الضحك ولكن جبتوا لي الضحكه. قلت لكم ضروري حيت القانون كيتفتح باش يجيو الناس يخدموا، اما الا بغيتي تجي باش تسارى دير لك الفيزا الشنغل وتسارى به العالم كله، اولا يعني المدن ولا البلدان اللي بغيتيهم تشوفهم تاخذ عليهم الفكره عجبك شي بلاد تبقى فيه، دير لك الفيزا الشنغل. اما القانون الا داروا القانون خاصك يعني داروا لك القانون باش يصوبوا لك الورق باش تكون هنايا بالقانون، وتكون يعني بلا ان ريغولا ولا تكون يعني مرسم، ويكونوا عندك الحقوق ديالك كاملين. وكيفاش تلقى العقد العمل؟ ما عرفتيش لا السمسار مثلا، ما عرفتيش شي باترون، دخل للسيتو عليك بالسيتو سوبيتو، الفيديو راني شرحت لكم بالتفاصيل اللي تبعت هاد السيده اللي شاركتها معكم، والحمد لله جاب ليها الله التيسير. والعام اللي فات عاوتاني راني شاركت معكم الناس اللي لقاو فيه العقود العمل، حتى هما صيفطوا ليا وديوات ديالهم وشاركتهم معكم، الله يجازيهم بخير. كوندي حتى نتوما ما غاديش تخسروا والو، صوبوا غير السي في ديالكم ودخلوا صيفطوه للشركات بيد ما يتفتح القانون، وان شاء الله ما يكون غير الخير. قال لك ربي نودع عبدي باش نعاونك، ماشي نعسى عبدي باش نعاونك. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ومع الاحباب باش كلشي يستافد. اما بالنسبه للرابط ديال الفيديو فين كاينه الطريقه التسجيل في السيتو سوبيتو غنحطها لكم في صندوق الوصف، بارطاجيو مع الناس ومع الاحباب، الى اللقاء.